عليكم حبايبي طلاب الصف الرابع، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا الدرس الرابع من الفصل السابع اللي هو جمع الكسور الاعتيادية. راح اتعلم شلون اجمع كسرين اعتياديات متكونات من بسط ومقام. مثل ما تعلمنا بالدرس السابق المقارنة بين الكسور، انه لازم تكون عندي المقامات متساوية او اوحد المقامات، انه اشوف لازم يكونون نفس المقام المتساوي، يلا وراها اقارن بين البسط الاول والبسط الثاني. ايضا بهذا الدرس بالجمع ما راح اقدر اجمع الا تكون المقامات شبيهن متساوية، يلا وراها اجمع بالبسط، انه اجمع البسط الاول زائد البسط الثاني. مثل ما سوينا بالمقارنة راح نجي نسوي بالجمع. راح اخذ هسه بعض الامثلة حتى شوية تفتهمون من عندي شلون اجمع الكسور وشلون اوحد المقامات اذا كانت المقامات مختلفة، وبنفس الوقت شلون اجمع كل من البسط الاول زائد البسط الثاني، وشلون راح نعتمد بيها على حقائق الضرب الاساسيه اللي اخذناها وحقائق القسمه ايضا اللي ماخذيها بدروس السابقه. كتبت مثالين، اللي هو المثال الاول اللي هو 2 على 8 زائد 3 على 8. اذا تلاحظون قدامكم انه المقامات شبيهن، دباوع عندي بالمقام، ما سمعت عليها بالبسط، دباوع عندي بالمقام، المقام شبيه متساوي ام غير متساوي؟ مقام متساوي، راح اجر خط الكسر. اول شيء شو اسوي؟ انزل نفس المقام، ما يصير اجمع المقام نهائيا، ماكو جمع بالمقام. المقام 8 انزله 8، يبقى نفسه العدد شبيه، يبقى نفسه، ما يصير نهائيا اجمع المقام بالكسور، فقط الجمع حتكون عملية الجمع فقط بالبسط. المقام ينزل نفسه 8، نزلتها 8، اجمع 2 زائد 3 5 على 8، صار عندي الكسر شنو؟ 5 على 8. شوفوا اذا تلاحظون جمعت فقط البسط، المقام شبيه نزلته نفسه. المثال الاخر عندي 1 على 4 زائد 5 على 12. مثل ما تلاحظون قدامكم انه الكسور مقاماتهن مختلفات، انا بهالحاله ما راح اقدر اجمع الكسرين اذا كانت مقاماتهن مختلفات، لازم اوحد الكسور بالمقامات، اوحد مقاماتهن واشوف نفس المقام المتشابه، يلا وراها اقدر اجمع بالبسط. ال 12 اقدر اني الاربعه احولها 12 بالضرب بجدول الضرب، انه الاربعه شلون تصير 12؟ بشنو اضربها وتطلع لي 12؟ الاربعه من اضربها في 3، يعني 1 على 4، 4 في شنو اضربها؟ في 3. هاي تعلمناها بالدرس السابق، انه اذا اضرب المقام البسط شبيه ايضا شنو اضربه، ما يصير اعوف البسط انه انا سويت عمليه الضرب للمقام وما اسويها للبسط، كلش غلط هذا الشيء، انه انا سويته بالمقام ضربته في 3، ايضا البسط ايش راح اسوي له؟ راح اضربه في 3. ايش راح يطلع عندي الكسر؟ 1 في 3 3، 4 في 3 12. اجي اعوض هذا الكسر الجديد اللي طلع لي مكان من؟ مكان الواحد على 4. شنو هو الكسر الجديد اللي طلع لي؟ 3 على 12 زائد شنو الكسر الاول اللي عندي؟ 5 على 12، نفسه نزلته. بهالحاله انا راح اقدر اجمع؟ نعم اقدر اجمع، ليش؟ لان المقامات تساوت عندي، هسه اثنينات المقام المتساوي 12 و12، اسوي انزل ال 12 راسه، ما اجمعها، المقامات متساويه انزلها واجمع فقط البسط، انه اجمع 5 3 وال5 8، معناها ايش تطلع عندي الناتج؟ 8 على 12. تلاحظون شلون انه جمعت فقط البسط والمقام نزلته نفسه. مجموعه التمارين اتاكد حتى من خلال الحل مالكم راح تفتهمون الدرس وراح تعرفون شلون تحلون وانه تجدون ناتج جمع الكسوه. اول شيء ايش قايل لي؟ انه الكسر 3 على 10 زائد 1 على 10. طبعا هو بالسؤال طالب لي طريقه النماذج، انه لازم ترسموا الرسم وتقطعون يعني الرسم يتكون من 10 مربعات وانه تلونون ايش قد 3، بس انا ما راح اتطرق لها طريقه النماذج، فقط الجمع الاعتيادي، انه اجمع البسط واذا كانت المقامات متشابهه. عندي اول كسر 3 على 10 زائد 1 على 10، المقامات ما تشبيها، المقامات متساوية، هاي ما يحتاج أوحد المقامات. رأساً شو أسوي؟ رأساً أجمع البسط، إنه المقام ينزل نفسه 10، ما أغير المقام نهائياً، ما دام متساوي أبقي نفسه وما أجمعه، بس أجمع البسط. 3 زائد 1 4، معناها الكسر إيش قد يصير عندي؟ 4 على 10. الكسر الآخر أو السؤال الثاني يقول 2 على 9 زائد 1 على 3. الكسور شبيه المقامات مالتها، الكسور مقاماتها مختلفة، أقدر
من اشوف الكسرين المقامات انه اكو اقدر احول الكسر اللي مقامه 3 احوله للتسعة، انه بشنو اضرب الثلاثة وتعطيني ناتج 9، جدول الضرب بشنو اضرب 3 وتعطيني ناتج 9 اللي هي اضربها في 3، معناها راح اخذ الواحد على 3 يساوي اضربها في شنو؟ اضربها في 3، والواحد ايضا اضربها في 3. نفس الخطوه اللي سويتها بالمقام ايش اسوي لها؟ اسويها بالبسط. ما يصير اضرب بس المقام، البسط والمقام. ايش سويت بالمقام؟ ضربت في 3 حتى تتحول ل 9، والبسط ايضا اضربه في 3. ايش راح يطلع عندي الكسر الجديد اللي هو 1 في 3 3 و3 في 3 9. راح اجي اخذ هذا الكسر الجديد اللي طلع لي اعوضه مكان الواحد على 3. 2 على 9 زائد ايش صار مكان 1 على 3؟ 3 على 9 يساوي شنو اجمع هسه؟ المقام نفسه انزله، المقام ايش بيه؟ نفسه انزله، و3 و2 يصير عندي 5 على 9. فقط اجمع وين؟ اجمع بالبسط. المقام ايش بيه؟ المقام ما العبيه، نفسه انزله. عندي النقطه 3، قال لي 5 على 16 زائد 2 على 16. شوفوا شلون مسهل لي اياها هنا، مطيها حلوه انه ايش قايل؟ قال لي فقط اجمعي البسط المختلف، المقام ايش بيه؟ اني منطيك اياه متساوي، معناها راح انزل المقام نفسه 16، والبسط ايش بيه؟ اجمع البسط انه 5 و2 7، انزل 7 على 16. هاي بحاله انه المقام مالتي ايش بيه؟ المقام مالتي متساوي. اجمع وين؟ اجمع فقط البسط 5 و2 7. كمل حل التمارين. عندي النقطة 4 3 على 4 زائد 2 على 8. ايش بيها المقامات مالتي، متساوية ام غير متساوية؟ مقامات مختلفة، لازم اوحد المقامات واساوي المقامات. الأربعة شلون اسويها 8؟ في شنو اضربها؟ اخذ الكسر 3 على 4، لازم اسوي مقام مالته 8، اضربها في شنو؟ 4 في ايش قد تعطيني 8؟ 4 في 2، والثلاثة أيضا شو أسوي لها؟ أضربها في 2. نفس ما سويت للمقام أسوي للبسط، إنه نفس المقام ضربته في 2 البسط أيضا أضربه في 2، يعني مو المقام أنا أضربه في 2 والبسط 3، هاي كلش غلط. نفس الرقم حتى، إنه 3 في 2 6 و4 في 2 8. صار عندي الكسر الجديد، صار عندي 6 على 8 راح يساوي لي بالمقام، راح أعوض بمكانه 6 على 8 زائدا 2 على 8 يساوي، صار عندي هنا هسه المقام متوحدات انه 2 نفس المقام، راح احطها 8 انزلها، و6 زائدا 8 زائدا 2 عفوا يطلع لي 8. طلع عندي الكسر شنو؟ 8 على 8. راح نتعلم بقية التمارين. عندي هسه راح يقول لي جنات الجمع وضعه في ابسط صورة. انا هاي الصورة هسه قدامكم مو ابسط صورة، لازم اني احولها لابسط صورة ما دام عندي، طبعا باستخدام شنو؟ باستخدام حقائق القسمة اللي ماخذيها. تشوفوا شلون بدنا نعتمد احنا كل اعتماد كلي على القسمة. ايش راح اسوي؟ هي مو 8 و8 متساويات البسط والمقام، او مثلا 2 يقبل القسمة على 2 او 2 يقبل القسمة على 3، هاي حسب حقائق القسمة. هسه راح ناخذ بقية التمارين. هنا عندي 8 و8، اختصرها انه 8 و8 يعني شو بقى لي الناتج؟ انه 8 كم 8 بها 1، و8 كم 8 بها 1، يطلع لي الناتج فقط 1. هاي من يقول يضعهم في ابسط صورة. راح ناخذ بقية التمارين. عندي النقطة 5 اللي هي 1 على 2 زائد 1 على 6. متساويات المقامات كلما متساويات لازم اساويهن. الستة الاثنين احولها ستة، بيش اضربها؟ انه واحد على اثنين. الاثنين شلون اضربها؟ في ايش قد تطلع لي ستة؟ اضربها في ثلاثة، اثنين في ثلاثة. اعوفها هيك الكسر بدون ما اضرب البسط؟ لا، لازم ايضا البسط اضربه في ثلاثة. واحد في ثلاثة ثلاثة، واثنين في ثلاثة ستة. راح اعوض بالكسر الجديد اللي طلع لي مكان الواحد على اثنين. ايش طلع لي؟ طلع لي 3 على 6 زائد 1 على 6. اجمع هسه جمع اعتيادي المقام ما دام ماتي اني توحد، راح اجمع 6 زائد 6 ابقي 6 زائد 6 ما يصير، انه لازم المقام يبقى نفسه ينزل بدون ما اقول 6 زائد 6، انه المقام يبقى ثابت. فقط 3 زائد 1 يطلع لي 4 على 6. طلع لي شنو الناتج؟ 4 على 6. الكسر اللي بعده 7 على 15 زائد 1 على 5. 7 على 15 زائد 1 على 5.
الى 5 شلون احولها 15؟ اخذ الكسر 1 على 5، الخمسة في شنو اضربها وتعطيني 15؟ اضربها في 3. نفس الخطوه سويتها بالمقام، شو اسوي؟ اسويها بالبسط، اضربها ايضا في 3. 1 في 3 3، 5 في 3 15، اجي اعوض 7 15 زائد ايش طلع لي بمكان الواحد على 5؟ ايش حولته؟ حولته على 3 على 15 يساوي 15. تبقى نفسها تنزل، لانه ما دام انا توحدت عندي المقامات انزلها نفسها، فقط اجمع بالبسط 7 زائد 3 يطلع لي 10 على 15. نقطة 9 ايش قايل لي؟ انا راح اكتفي بهاي التمارين اللي حليتها، البقيه اللي محلتها ما عليكم بها تحلوها. نقطة 9 ايش قايل لي؟ يقول لي زرع محمود 3 على 10 من حديقته المنزلية بالزهور، وواحد على 5 من حديقته بإيجار الزينة. يقول لي ما الكسر الذي يمثله ما زرعه محمود من الزهور والأشجار في الحديقة؟ يريد الكسر الكلي، إنه شنو؟ أجمع مجموع الزهور والأشجار الزينة، إنه إيش رايد؟ رايد من عندي شنو هو الكسر الكلي إني يمثله من الزهور ومن أشجار الزينة؟ شنو العملية؟ العملية جمع، إنه أجمع 3 على 10 زائد 1 على 5. إذا تلاحظون عندي المقامات شبيهة غير متساوية، المقامات مختلفة. أقدر أنا الخمسة أحولها 10؟ إي نعم، إنه أخذ الواحد على 5 أضربه في شنو؟ في 2، لأنه 5 في 2 تعطيني 10. نفس ما سويت الخطوة بالمقام وأنا أسويها أسويها بالبسط، أيضا أضرب الواحد في 2 يساوي 1 في 2 2، 5 في 2 10، تحول عندي الكسر 2 على 10. راح أجمع أو أعوض مكان الواحد على 5 باثنين على 10 اللي هي 3 على 10 نفس الكسر نزلته، زائد واحد على 5 شحطها 2 على 10 يساوي 3 زائد 2، إنه فقط أجمع البسط، لا مقام ينزل نفسه 10، 3 زائد 2 يطلع لي 5، طلع عندي ناتج 5 على 10. أتحدث، يقولي كيف أجد ناتج جمع كسرين 5 على 12 و 2 على 6 في أبسط صورة؟ شوف إيش قايل لي، ححط خطين جوا في أبسط صورة. رايد من عندي يعني أستخدم حقائق القسمة حتى أجد ناتج الكسور. راح أجي أول شيء هسه خلي أجمع جمع اعتيادي، إنه أنا شلون متعلم الجمع؟ 5 على 12 زائد 2 على 6، إنه المقامات أنا مختلفة ما تيف، لازم أول شيء أول خطوة شو أسوي لها؟ إنه أوحد المقامات، لازم يكون عندي نفس المقام. 5 على 12 زائد 2 على، أقدر أحول الستة أسويها 12، إنه الستة في شنو أضربها وتطلع على 12؟ راح أخذ الكسر 2 على 6، هاي 2 على 6، الستة شلون أحولها 12؟ أضربها في شنو؟ أضربها في 2، ونفس اللي سويتها الخطوة اللي بالمقام أسويها وين؟ أسويها بالبسط، أيضا أضربها في 2، 2 في 2 4، 6 في 2 12، أنا حولت الكسر، راح أجمع هسه جمع اعتيادي، أنزل الكسر الأول اللي هو مطيني 5 على 12 زائد الكسر 2 على 6 ايش حولته؟ 4 على 12 يساوي 5 و 4 9 وال 12 تنزل نفسها. هسه راح أجي أسوي الكسر هذا مالتي اللي طلع لي 9 على 12 أحطه في أبسط صورة. إذا تشوفون إنه الكسر مالتي مو كسر المقام يقبل على زوجي، يعني أحد زوجي يقبل على 2 بس البسط ما يقبل على 2 لأنه يعني فردي، زين راح أحول على 3، الثلاثة يقولي بقابلية القسم على 3 لازم الأعداد ما تضمن مضاعفات العدد 3، مجموع الأعداد ما تضمن مضاعفات العدد 3، التسعة هي أصلا موجودة بجدول ضرب 3، 9 تقبل على 3، وال 12 أيضا من أجمع 2 زائد 1 يطلع لي 3، أيضا من ضمن مضاعفات العدد 3، معناها العددين البسط والمقامات تشبيهن يقبلن على 3، أي يقبلن على 3. التسعة إذا أقسمها على 3 شقد تطيني؟ راح أكتب لكم باللون الأحمر، إنه التسعة إذا أقسمها على 3 شقد تطيني؟ هاي أقسمها على 3 والمقام أيضا أقسمه على 3، التسعة إذا أقسمها على 3 إيش تطيني؟ تنطيني 3، وال 12 من أقسمها على 3 إيش تطيني بجدول ضرب؟ يعني بشقد في 3 أضربه يطلع لي 12؟ 4، أحطه 4. اختصرت أني أو بسطت الكسر مالتي، طلع لي 3 على 4 من 9 على 12 إيش طلع لي؟ 3 على 4. بالاختصار دائما نستخدم التقسيم أو دائما نستخدم قابلية القسمة للأعداد، إنه أشوف البسط والمقام مالتي على شنو تقبل، وراها يلا أستخدم
القسمة انه 9 تقبل على 3، 9 تقسيم 3 يطلع 3، يعني معناها 3 في 3 يعطيني 9، وال12 تقسيم 3 اللي هي 4 في 3 يعطيني 12. على فقرة اها يقول لي اجد ناتج الجمع في ابسط صورة، هسه هو شو محدد لي؟ انه لازم اجمع اول شيء وبراها اضع الكسر في ابسط صورة. عندي النقطة 10، العدد او الكسر 3 على 4 زائد 1 على 8، شبيهنا المقامات ماتي مختلفة، لازم احول الاربعة شنو؟ احولها 8، انه اضربها في شنو؟ اضربها في 2، 3 على 4 اضرب الاربعة في 2، وايضا البسط اضربها في 2، لان ما دام ضربت المقام في 2 البسط تلقائيا اضربها في 2، يساوي 3 في 2 6، 4 في 2 8، صار عندي كسر 8 يساوي شنو الكسر مالتي 3 على 4 شو تحول؟ تحول 6 على 8، احط 6 على 8 زائد 1 على 8 يساوي 6 زائد 1 7 على 8. راح اجي انتبه حتى هسه شنو ابسط الكسر. الكسر مالتي واحد فردي وواحد زوجي، بهالحاله انه ما دام اني لا يقبل قسم على 2 لانه مو من مضاعفات مو اثنيناتهم زوجيات، ولا تقبل القسمه على 3 لانه مجموع اعدادهم مو مضاعفات عدد 3، فاذا اترك انه هو قال لي ابسط صوره، هاي معناها هاي ابسط صوره للكسر. اجي احول على النقطه 11، نقطه 11 هو اصلا موحد لي المقامات مالتي ومكملي، هاي يقول لي بس اجمعي يساوي 1 و3 4 9 تنزل نفسها، ايضا اجي اضعها في ابسط صوره. دا انتبه عفوا انه الأربعة والتسعة واحد عدد زوجي والآخر عدد فردي، واحد يقبل القسمة على 2 وواحد يقبل القسمة على 3. طلع لي الكسر 4 على 9 مثل ما قلت لكم، انه الأربعة تقبل القسمة على 2 لكن التسعة ما تقبل القسمة على 2، والتسعة تقبل على 3 بس الأربعة ما تقبل القسمة على 3، فأترك الكسر لهنا لأنه ما تخضع لقابليات القسمة. كسر الوراء اللي هو رقم 12، 3 على 5 زائد 2 على 10، أنا أقدر الخمسة أحولها 10؟ نعم، إنه أضربها في 2، 5 في 2 والثلاثة أيضا في 2 يساوي 3 في 2 6 و5 في 2 10. راح أجي إنه أحول 3 على 5 إيش صار عندي؟ 6 على 10 زائد 2 على 10 يساوي المقام ماتي شنو؟ المقام يبقى نفسه 10، والبسط ماتي 6 زائدا 2 يطلع لي 8 على 10. هسه راح اجي ابسط هذا الكسر. الكسر متكون من بسط ومقام عدد زوجي، انا قيلت بقابليات القسمه للاعداد الزوجيه، من هو هذا اللي يقبل القسمه على بس على الاعداد الزوجيه اللي هو 2، معناها اقول شنو؟ 8 يعني تقسيم 2، وال10 ايضا تقسيم 2، 8 كم 2 بها 4، من اخذ الأربعة اضربها في 2 شو ينطيني؟ ينطيني 8، وال10 تقسيم 2 5. بسطت الكسر من 8 على 2 طلع لي 4 على 5، من 8 على 2 ايش طلع لي؟ طلع لي 4 على 5. نقطة 13، عندي العدد 5 على 14 زائد 1 على 7، انا السبعة هاي اقدر احولها 14؟ اي نعم، انه اضربها في شنو؟ اضربها في 2، معناها عندي 1 على 7 في 2 هنا ايضا في 2 يساوي 1 في 2 2، 7 في 2 14، اجمع 5 على 14 تنزل نفسها زائد الكسر 1 على 7 ايش سويته؟ سويته 2 على 14، 1 على 7 صار 2 على 14 يساوي هاي ما عليكم بها. هنا أنا هسه أنا دا أجمع 5 زائد 2 اللي هي 7 على 14، 7 على 14 زين. راح أجي هسه شو أسوي؟ أختصر الكسور أو أوسط الكسور. الكسر المقام البسط ماتي متكون من عدد فردي، والمقام متكون من 14 اللي هو عدد زوجي أحاده، ما يقبل القسمة على 2 زين. إذا أجمع هنا 7 مو من مضاعفات 3، وهنا 5 أيضا مو من مضاعفات 3 زين، لا أحدهن 0 ولا 5 حتى تقبل على 5 أو 10. بس إذا تشوفون أنه بجدول ضرب السبعة
بجدول ضرب السبعة، مو إذا عندي 14 معناها جاية من حاصة ضرب 2 في 7 معناها السبعة تقبل على الجدول على نفسها، هي 7 تقسيم 7 يعطيني 1، وال14 من أقسمها أيضا على 7 راح تنطيني 2، معناها أنا على شنو راح أقسم؟ راح أقسم العدد على 7، وهنا أيضا أقسمها على 7 يساوي 7 تقسيم 7 1، 14 تقسيم 7 2، صار عندي الكسر من 7 على 14 قسمت على 7 لأن هو العدد يعني اثنيناتهم ضمن موجودة بجدول ضرب السبعة، صار عندي 1 على 2. نقطة 14 عندي العدد 1 على 5 زائد 2 8 على 20، هسه الخمسة أقدر أحولها 20؟ إي نعم، إنه آخذ 1 على 5 أضربها في 4، وأيضا الباص أضربها في 4، 1 في 4 4، 5 في 4 20، 1 في 4 4 5 في 4 20. هسه راح أجي أكتب الكسر، 1 على 5 صار 4 على 20 زائد 8 على 20 يساوي، خلي أجي الخطة 3 زين، 8 زائد 2 طبعا المقامات يبقى 20، 8 زائد 4 يعطيني 12، صار عندي الكسر 12 على 20. الكسر البسط والمقامات تشبيهن ضمن يعني احدهن اثنيناتهن زوجي، معناها شنو؟ معناها اثنيناتهن تقبل القسمة على 2. زين، انا هسه البسط راح اقسمه على 2 والمقام ايضا اقسمه على 2 يساوي 12، كم 2 بها 6، 20 كم 2 بها 10، لأنه 10 في 2 تعطيني 20 و6 في 2 تعطيني 12. بس إذا تلاحظون أنه 6 على 10 اثنيناتهم بعدهم بقن أعداد زوجية، بهالحالة راح أقسمها المرة شنو؟ مرة ثانية راح أقسمها المرة ثانية على 2، 6 تقسيم 2 وال10 أيضا تقسيم 2، ليش؟ لأنه اثنيناتهم بقن الأعداد الزوجية. 6 تقسيم 2 تنطيني 3، لأنه 3 في 2 تنطيني 6، والعشرة تقسيم 2 تنطيني 5. شوف شلون حولت الكسر من 12 على 20، أنا أستمر بالقسمة إلما تبقى عندي أعداد ما تقبل القسمة، يعني معناها 3 على 5 لا تقبل القسمة على 2، لا تقبل القسمة على 5، اثنينات لازم البسط والمقام، لا تقبل القسمة على 3 لأنه قلت لكم اثنينات المضاعفات 5 3 ما بها 5، لا تقبل القسمة على 5، لا تقبل القسمة على 10، معناها شنو؟ لا هاي الكسر 3 على 5 أبسط صورة، من 12 على 20 إلى حوالي 3 على 5. يبقى عندي النقاط 15 و16 و17 فقط، هاي راح تكون واجب عليكم، أريدكم عندكم بالدفتر تحلوا لياهن، لأنه المقامات كلها مختلفات راح تبسطوا لياهن وتحلوا لياهن، أول شيء توحدون المقامات وبرها تبسطوا وتضعوا لياه في أبسط صورة. أتمنى فهمتوا الدرس لهنا، هو يعني هم أتين له أنه يتعلق بالدرس السابق أنه شلون أوحد المقامات وشلون أختصر أنه ترجعوا لي لقابليات القسمة، ودرس حلو يعني بسيط نوعا ما، بس أريد هواية أريد معدكم تنتبهون.